السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم قصة بعنوان الخوف يأتي من الداخل، تأليف الدكتورة فاطمة البريكي. تعليمات الدرس: أولاً، سوف نتعرف على الأهداف والمخرجات المتوقعة من دراسة النص. ثانياً، نستمع إلى القصة من خلال الفيديو، فاحرص على الاستماع الجيد مع الاستعانة بمعاني الكلمات لتفهم القصة جيداً. ثالثاً، اقرأ القصة من الكتاب المدرسي مع الاستعانة بمعاني الكلمات. رابعاً، نشاهد فيديو لشرح القصة وتحليل عناصرها من المعلم، ونتعرف من خلال الفيديو على سمات الشخصية الرئيسة في القصة. خامساً، بعد ذلك ستجد مجموعة من الأسئلة من خلال فهمك للقصة تستطيع الإجابة عنها، قيم نفسك. سادساً، ستجد بعدها ورقة عمل، أجب عن الورقة ثم قيم إجابتك من خلال نموذج الإجابة. سابعاً، تطبيق ما تعلمته من دراسة هذه القصة من خلال قراءتك لقصة جديدة في منصة أنا أقرأ بالعربية. ثامناً، وفي النهاية ستجد تقييماً، قم بالإجابة عن الأسئلة على الرابط. ماذا سنتعلم اليوم؟ نحلل الجزء الثالث من القصة تحليلاً أدبياً. نميز بين أنواع النهاية في القصة. المخرجات: نحلل الأحداث، نوضح الفرق بين النهاية المفتوحة والنهاية المغلقة، أن نقترح نهايات جديدة للقصة. الآن تعالوا نحلل الجزء الثالث والأخير من القصة. معاني الكلمات الملونة: بدنه أي جسمه أو جسده، هائلة أي شديدة أو عظيمة أو كبيرة، خرافية أي أسطورية أو خيالية، جرأة أي شجاعة. التركيب: غارقا في الظلام يدل على شدة الظلام. تعالوا نعرب الكلمات التي تحتها خط. نحو اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مصباح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، البيت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الآن تعالوا نناقش النص بأسئلة تعبر عن فهمنا للنص. ما الحدث الذي يعبر عن ذروة التأزم؟ أحسنت، الحدث هو عندما أحس يونس بأن شخصا يراقبه. السؤال الثاني: ما الحدث الذي يشكل حل العقدة أو الانفراج؟ نعم، عندما اكتشف يونس أن الذي يسير وراءه هو وليد. السؤال التالي: هذه القصة هل ذكرت حل المشكلة؟ هل هي ذات نهاية مفتوحة أم نهاية مغلقة؟ الآن على أنواع النهاية في القصة. القصة من حيث النهاية لها نوعان: قصة ذات نهاية مغلقة، وقصة ذات نهاية مفتوحة. النهاية المغلقة تذكر حل العقدة أو المشكلة، أما النهاية المفتوحة هي لا تذكر حل العقدة أو المشكلة، وتتركها لخيال القارئ وتوقعه. هل هذه القصة ذات نهاية مفتوحة أم مغلقة؟ نعم، أحسنت، ذات نهاية مغلقة. ولماذا؟ لأنها ذكرت حل المشكلة. سؤال لك: أيهما تفضل، القصة ذات النهاية المفتوحة أم القصة ذات النهاية المغلقة؟ ولماذا؟ والآن
إلى التقييم. ما معنى هائلة وخرافية؟ ثانياً، ضع التركيب غارق في الظلام في جملة توضح معناه. ثالثاً، ما الحدث الذي يشكل حل العقدة في القصة؟ رابعاً وأخيراً، هل هذه القصة ذات نهاية مفتوحة أم مغلقة ولماذا؟ الآن شكراً وإلى اللقاء.